أن كثيرا مما تعتقدونه في الحياة الدنيا أنه صامت لا لسان له ينطق به، وميت لا حياة له، سوف يأتي يوم القيامة تجدوه حيا ناطقا. ناطقة. وهذه قضية جد خطيرة أعزائي. يعني أنا وأنت الآن ماذا ننظر إلى هذا الشيء؟ ها؟ له حياة أو ليست له حياة؟ جماد. جماد، أحسنتم، نعبر عنه جمادات. جماد. ينطق أو لا ينطق؟ هنا لا لا ينطق. معنى، لا ينطق، لا هنا في هذه هنا الدنيا. لا معنى لا لا معنى للنطق. تعالوا إلى أي جماد، تعالوا إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب له حياة أو ليست له حياة؟ ليست له حياة. تعالوا إلى أي شيء آخر كما عبرنا عنه، عبر عنه جماد. ما معنى الجماد؟ يعني لا حياة له، وإذا لم يكن له حياة فلا معنى لأن يكون ناطقا. أعزائي، ولكن أنا أقف عند آيتين من القرآن الكريم فقط لموردين. المورد الأول هو الأرض. ماذا نقول عن الأرض؟ هل الأرض حية أو ميتة؟ لا، من الجمادات. ناطقة أو غير ناطقة؟ لا، غير ناطقة. ولكن انظر إلى قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ماذا يأتي الجواب؟ يومئذ تحدث أخبارها. عجيب، تنطق. عجيب، الأرض تحدث أخبارها، تقول نعم، هي من الأشهاد يوم القيامة. هذه الأرض من وقف عليها وأطاع الله ستشهد له بالطاعة، ومن وقف عليها وعصى الله ستشهد له ماذا؟ بالعصيان. يومئذ تحدث أخبارها. ولذلك يستحب أينما ذهبت صلي ركعتين. أحسنتم، لأنه هذه المواقع، نعم ستشهد. ولهذا إن شاء الله الذين يوفقون إلى المسجد الحرام، إلى المسجد النبوي، إلى المساجد المقدسة، إلى العتبات. أنا أقاطعك سمحت السيد، بس هذه الفكرة يعني قمة في المعارف القرآنية. لا، قمة المعارف القرآنية، ولكنها غائبة. أنك تتواصل مع الجماد، تتواصل مع كل شيء. هذا مورد. قلت لكم بأنه من الاختصار المخل. ماذا أفعل؟ لأن الوقت لا يسع. مورد آخر، وهذا هو أعجب الموارد أعزائي، وهذا هو أعجب الموارد. تعالوا معنا إلى سورة فصلت أعزائي، الآية 21 من سورة فصلت. هذه الآية واقعا يهتز الإنسان لها اهتزازا إذا التفت إليها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يوم القيامة هذه الجلود، الأيدي، الأرجل، كل الأعضاء أعزائي، كلها ماذا؟ سوف تشهد ماذا؟ على الإنسان. وقالوا لجلودهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني السمع والبصر والجلود سوف تشهد على الإنسان ما كان يعمل. لا يحتاج الله سبحانه وتعالى يرينا شيء، جلودنا تشهد علينا، سمعنا يشهد علينا. عند ذلك يعترض الإنسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وكأنما شخص آخر. عجيب، عجيب أصلا، فد وجود مستقل له حياة وله. أنا هسه محل الشاهد عندي مو هذا فقط. قالوا أنطقنا الله، يعني في الدنيا كان قد سمح لنا بالنطق أو لم يسمح، مو يعني لم نكن ناطقين غير كنا مسموح، ناطقين ولكن لم يسمح لنا بالنطق. وقالوا أنطقنا الله. التفتوا أعزائي إلى هذه الجملة التي بعدها التي تهز كل إنسان إذا أراد أن يقول. ولهذا قلت إسلام القرآن أعزائي، إسلام القرآن. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كل شيء يعني. كل
كل شيء ناطق، كل شيء ناطق كله. إذن ما يقوله المنطق الأورسطي الإنسان حيوان ناطق، لا بيني وبين الله، هذه الرؤية الأولى أو أوائل الطريق هذه. لا 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 لا، هذا على حسب فهمه المنطق الأورسطي، قال الإنسان حيوان ناطق، وإلا كل الموجودات ماذا؟ الحركة الجوهرية. لا مهم، كل الموجودات ما هي؟ ناطقة. تقول لي القرآن يثبت هذه الحقيقة؟ أقول نعم، وإن من شيء بعد، لا يوجد عندنا عموم وشمول أعم من هذه الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يسبح من المسبحين بحمده بثنائه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. أنتم المشكلة فيكم، مو المشكلة في هذه الأشياء، أنتم لا تعرفون لسان هذه الأشياء، أنتم ابتعدتم عن حقيقتها. أنتم أحسنتم، أنتم هذا هو إسلام القرآن أعزائي، هذا هو الإسلام الحقيقي الذي نطق به القرآن الكريم. إذا اتضح ذلك، إذن السؤال، القرآن ينطق أو لا ينطق؟ شيء أو ليس بشيء؟ إذا كانت الجلود تشهد، إذا كانت الحجارة تشهد، إذا كانت الأرض تشهد، إذا كان كل شيء يشهد، بينكم وبين الله كتاب الله الذي به حياة كل حي. إذا دعيتم إلى ما يحييكم، القرآن يحيي الإنسان، كيف يمكن أن يعطينا الحياة ولا يكون ماذا؟ شهيد. ولا يكون حيا. كيف يمكن أن يعطينا الحياة ولا يكون ناطقا؟